مشاهدينا اهلا بحضراتكم. تحرك في اسعار الذهب اليوم والجنيه الذهب يسجل ارتفاعا يقدر ب 120 جنيها عن سعره في اخر تداول، والدولار يعاود الارتفاع من جديد بمقدار 15 قرشا. ماذا يحدث في سوق المال والذهب وما سبب الزياده المستمره في اسعار الذهب ومتى تستقر الاسعار؟ كل هذا واكثر سنوضحه من خلال هذه التغطيه الاقتصاديه الان. أسعار الذهب شهدت هدوءا نسبيا خلال تداولات الثلاثاء، وذلك بعد أن سجلت أمس الأول الاثنين أدنى مستوى في أسبوع، مع ترقب الأسواق البيانات الأمريكية التي تصدر هذا الأسبوع لمحاولة توقع الخطوة القادمة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى التغيرات السياسية الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية. وعن السوق المحلي وسعر الذهب، عيار 24 الأعلى سعرا سجل 3754 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر 3285 جنيها للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2816 جنيها للشراء. وأخيرا ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 120 جنيها خلال الأسبوع الجاري، حيث سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 26280 جنيه مقارنة ب 26160 جنيه الأحد الماضي. وفي سياق آخر، تترقب الأسواق أيضا صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي عن الولايات المتحدة نهاية هذا الأسبوع، وهي بيانات التضخم المفضلة لدى البنك الفيدرالي، وقد تساهم هذه البيانات في تحديد توجه الأسواق بشأن توقع أسعار الفائدة الأمريكية. حتى الآن تضع الأسواق احتمال بنسبة تقترب من 100% أن البنك الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر القادم بمقدار ربع نقطة مئوية، لذلك سنجد اهتمام كبير في الأسواق ببيانات التضخم هذا الأسبوع واجتماع البنك الفيدرالي في الأسبوع المقبل في محاولة لتوقع المسار القادم لأسعار الفائدة. وعالميا، أسعار الذهب شهدت هدوءا نسبيا خلال تداولات الثلاثاء، وذلك بعد أن سجلت أمس الأول الاثنين أدنى مستوى في أسبوع، مع ترقب الأسواق البيانات الأمريكية التي تصدر هذا الأسبوع لمحاولة توقع الخطوة القادمة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى التغيرات السياسية الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية. وسجل سعر أونصة الذهب العالمية اليوم أعلى مستوى عند 2404 دولارات للأونصة، وأدنى مستوى عند 2388 دولارا للأونصة، لتنحصر التداولات حول المستوى 2397 دولارا للأونصة، ويتداول السعر حاليا عند المستوى 2405 دولارات للأونصة. الجدير بالذكر أن أسعار الذهب قد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2483 دولارا للأونصة الأسبوع الماضي، مع تسعير الأسواق بشكل عام لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بحلول سبتمبر، حيث يعد انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يقدم عائدا. ومن المعدن الأصفر مشاهدينا، ننتقل إلى العملة الخضراء مقابل الجنيه المصري. ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الأسبوع الجاري بنحو 15 قرشا في جميع البنوك العاملة في مصر. وقدم بنك أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار مسجلا 48 جنيه و40 قرشا للشراء و48 جنيه و50 قرشا للبيع. وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سجل 48 جنيه و31 قرشا للشراء و48 جنيه و41 قرشا للبيع. وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني سجل 48 جنيه و32 قرشا للشراء و48 جنيه و42 قرشا للبيع.
وقدم بنك التنمية الصناعية أقل سعر لصرف الدولار مسجلا 48 جنيه و36 قرشا للشراء و48 جنيه و46 قرشا للبيع. ومن الدولار مشاهدينا ننتقل لبقية العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري. سجل سعر اليورو 52 جنيه و62 قرشا للبيع و52 جنيه و45 قرشا للشراء، وسجل سعر الجنيه الاسترليني 62 جنيه و50 قرشا للبيع و62 جنيه و30 قرشا للشراء، وسجل سعر الريال السعودي 12 جنيه و91 قرشا للبيع و12 جنيه 87 قرشا للشراء، وسجل سعر الدينار الكويتي 158 جنيه و45 قرشا للبيع و157 جنيه و95 قرشا للشراء. مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه التغطية الاقتصادية، بشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.